انجليزي كل المراحل، ده اسم قناة تعليمية بتهتم بتعليم اللغة الانجليزية بس بطريقة جديدة شوية. هتلاقوا على قناتي تعليم النطق وقواعد اللغة الانجليزية كاملة من البداية خالص. هتعرف ازاي تنطق اي كلمة عن طريق تعلم اصوات الحروف، وكمان هتتعلم قواعد اللغة الانجليزية كاملة من البداية خالص، يعني هتعرف الجرامر بالتدرج. الجرامر يا ولاد واحد في اللغة الانجليزية، هتلاقوه في كل المراحل الدراسية، هتلاقوه في ابتدائي بسيط شوية، في اعدادي بتوسع اكتر، في ثانوي بتوسع وبتفاصيل اكتر واكبر، بس الجرامر في النهاية واحد. علشان كده لما تتعلم الجرامر هيفيدك جدا في كل مراحلك الدراسية. هتلاقوا قواعد اللغة الانجليزية كلها في سلسلة حلقات تأسيس الجرامر على القناة. طبعا ضروري جدا ومهم قوي ان انت تكون عارف اصوات الحروف علشان تعرف تقرأ، وكمان تبقى عارف قواعد اللغة الانجليزية علشان تقدر تتعلم انجليزي صح. كمان هتعرف تكتب ازاي، تعرف تكتب باراجراف، وكمان هتعرف ازاي تكتب ايميل، يعني كل اساسيات الجرامر هتعرفها. كمان هتلاقوا على القناة فعلا شرح المناهج الدراسية، شرح تفصيلي بمعنى كل حتة في الدرس هنفصصها، شرح تفصيلي مبسط لكل اجزاء الدرس. كمان بعد ما هنشرح هنحل من ملازمي ومذكراتي الشخصية، وكمان كل تدريبات كتاب المعاصر مع الشرح التفصيلي لكل سؤال. هنعرف ازاي حلينا، يعني هتفهم ان شاء الله. وكمان بعد ما حلينا، بعد ما شرحنا وبعد ما حلينا، هيبقى عندك واجب. الواجب ده هيفيدك في تثبيت المعلومة جدا، واجب بطريقة جديدة بس لازم تعمله. بعد الواجب هيبقى عندك ايه؟ هيبقى عندك تتعلم لغة انجليزية صح. كمان هتلاقوا على القناة فعليا شرح كل المناهج الدراسية للترم الاول، واستنوا شرح المناهج الدراسية للترم الثاني قريب جدا هينزل ان شاء الله على القناة مع انجليزي كل المراحل. هتحبوا اللغة الانجليزية وهتتعلموا صح ان شاء الله.